الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. ضيف العزيز أستاذ الأساتذة في هذا المجال أستاذ الدكتور يسري الحميلي، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. الحقيقة إحنا بنضر برقبتنا بضرر كبير جدا، والحركات اللي بنعملها بالرقبة حركات في منتهى الخطورة. يعني برضو قبل ما ندخل في الغضروف العنقي ونتكلم عليه، حضرتك يعني رسلنا كده إيه أكتر حاجات اللي بتشوفها؟ وأكيد أنت بتشوف سواء في القصر أو في نيورو سباين، بتشوف حاجات كتيرة جدا من تصرفات بعضها خطر وبعضها بسيط بس مع الوقت عمل مشاكل. الحقيقة طبعا من الحاجات المهمة جدا جدا إصابات الفقرات العنقية، وإصابات الفقرات العنقية بتبقى حاجات كتير جدا، منها ما هو بطيء ما بنحسش بيه إلا لما بتقع الكارثة، ودي أصعب شيء وأخطر شيء في إصابات العمود الفقري، ومنها ما هو كارثي زي الشباب اللي بينط مرة واحدة في البحر، أو غالبا بيبقى في البحر مش في حمام سباحة، وهو مش مدرك إن المكان ده ضحل فبيصطدم بصخرة عند قفز من مكان إلى المكان من 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 فوق الشط على غالبا فوق صخرة، ينط في المية يصطدم بصخرة. أكتر حاجة بيجي لها أذى بتبقى الفقرات العنقية. وعايز أقول إن كل صيف بشوف مش أقل من 10 حالات من هذا النوع من الإصابات. خدوا بالكوا اللي بينط عشان ينزل المية، سواء كان في الغردقة، في السخنة، في شرم الشيخ، الأماكن اللي فيها البحر وجبل، ياخد باله من العمق. العمق ممكن يخدع، المية ممكن تخدع، فدي من أخطر الحاجات. أكتر حاجة بقى بشوفها هي غضاريف الفقرات العنقية وخشونة الفقرات العنقية اللي لم تعد قاصرة على سن معين وأصبحت منتشرة بشكل كبير جدا، وساهم في وجودها التكنولوجي الحديث من الموبايل والتابلت، ويمكن تأشرت ده في أكتر من حلقة، وقعدت الناس على الموبايل وتانيتها، والولاد اللي بيقعدوا يذاكروا على من غير مكتب وبيقعد يذاكر في الأنتريه أو تدخل الكافيهات الكبيرة المشهورة، تلاقي الولاد قاعدين بيذاكروا بيراجعوا وهم قاعدين قاعدة خاطئة 100%. السواقين اللي بيسوق مسافات طويلة واللي متعود إنه هو بيسوق زي ما انت قلت، وفجأة يفرمل ويمشي سريع ويفرمل ويمشي سريع، ده كل ده بتاخده الفقرات العنقية دايركت، إصابات مباشرة. مشكلة الفقرات العنقية إنها لا تعطي أعراض آلام زي فقرات الظهر، مش زي الفقرات القطنية. يا جماعة توقعوا مرضى الانزلاق الغضروف العنقي اللي بيجي بتنميل بسيط في إيديه، أو إيده بتترعش لما يمسك حاجة أو يشتغل بإيده شوية، أو ألم في الرقبة وبيسمع في الدراعات أو الكتفين، ونعمل أشعة رادين مغناطيسي ونجد مفاجأة من العيار الثقيل، 3 و4 غضاريف، والمفاجأة الأكبر إن ده ما بيبقاش عامل أعراض كتير للمريض، فالمريض بيستهين بالموضوع وينتظر وينتظر ويقول لا أنا بخدت علاج سكنني الألم، لا يدرك أن أنا هنا نضغط على الحبل الشوكي العصبي. ضغط الغضاريف على الحبل الشوكي العصبي غالبا بيبقى ما فيش ألم، التأثير كله بيأتي في هيئة ضمور في العضلات، الضمور ده بيقعد يسحف يسحف يسحف، يعمل ضمور في الخلايا العصبية اللي في الحبل الشوكي، وبعدين يأثر على العضلات زي ما احنا شايفين. ده منظر الانزلاق الغضروفي، الأصفر ده الحبل الشوكي العصبي، الغضروف بيقعد يكبر سنة بسنة سنة بسنة، يضغط شيئا فشيئا. هنا ضغط على العصب لأن المريض ده محظوظ، بدأ يجيله ألم في دراعه وألم مبرحة، هتخليه يروح يعمل أشعة، هتخليه يتخذ الوسيلة العلاجية. لما الدكتور يقول له عملية هيبقى مدرك خطورة الأمر لأنه حاسس ألم عنيف زي غضاريف الظهر. لكن في الغالب الأعظم الفقرات العنقية، نعمل الأشعة يبقى فيه تنميل بسيط أو وجع بسيط، ونعمل أشعة نجد غضاريف كبيرة جدا. والأخطر من هذا أنها لا تعالج ولن تعود الأمور إلى طبيعتها، والضغط مستمر على الحبل الشوكي العصبي والضمور مستمر، وللأسف تحدث الأعراض التي ينتبه إليها المريض عندما تكون الأمور لا رجعة فيها.
مش لا رجعة فيها ان احنا هنعمل عملية، لا هنعمل عملية ومعظم الحاجات دي ممكن ما يتصلحش. وبالتالي من هنا العلاج المبكر ونسمع نصيحة الدكتور في العلاج والعمليات للفقرات العنقية. هنا بقى جزئية الناس بتبقى متخوفة وبشدة، وعند الناس وسواس شديد جدا جدا من عمليات الانزلاق الغضروف العنقي أو كسور الفقرات العنقية، ومعهم كل الحق. لكن النهاردة بقى التكنولوجي الحديث خدم الجانب ده بشكل غير طبيعي. أصبحنا الثورة العلمية اللي حصلت دي خدمت أكتر مكان اتخدم في العمود الفقري هي الفقرات العنقية. النهاردة بالجراحة الملاحية، باستخدام الميكروسكوب، باستخدام المنظار، بتقنيات الغضروف الصناعي العنقي، بنرجع تاني طبيعي 100%. الناس هتسأل طب ازاي ده؟ ببساطة شديدة، عندنا تجارب موجودة على صفحة نيوروسباين على الفيسبوك، تقدر تدخل وتسمع لمرضى أكثر من مريض الأسبوع اللي فات واللي قبله، عاملين له الفقرات العنقية. وأنا يعني حبيت الناس دي تطلع تبقى مثال حي يتكلم عن تجربته. منهم ناس رواد في مجال كرة القدم، هنقدر نتكلم نشوف تجارب الناس اللي قبلنا. فقرات العنقية النهاردة بنعمل عملياتنا بالمنظار بالمايكروسكوب، العمليات محدودة التدخل، هنا دورها الأكبر في الفقرات العنقية. هنقدر نشيل الغضروف ونركب غضروف صناعي، والمريض يرجع يقعد على مكتبه ويسوق عربيته بعد أقل من أسبوع. ودي حقيقة وواقع موجود وكل يوم بنعمله وبنعيشه، ومن أجمل وأجمل العمليات اللي احنا تميزنا فيها أو اللي تميزت فيها نيوروسباين بالتقنيات بتاعتها، عمليات الغضروف العنقي. عظيم. في سؤالين، السؤال الأول هل ممكن الغضروف العنقي يؤثر على آلام الظهر أو يؤدي إلى مشاكل في الظهر كآلام؟ والسؤال الآخر، هل كل مريض غضروف عنقي لابد له من جراحة بشكل مباشر؟ ده دماغ برضو الناس كده. لا، هو من ناحية أنه بيأثر على الظهر بيعمل آلام في الظهر، وبيعمل اللي الناس كتير ما تعرفوش وبتبقى مستغربة له، إزاي أنا عندي غضروف عنقي يعمل لي آلام في رجلي أو تنميل في رجلي؟ بيعمل آلام وتنميل في الرجل، وبيعمل آلام عصبية مبرحة ساعات في الرجلين تتشابه إلى حد كبير جدا مع آلام الانزلاق الغضروف القطني. ده ليه؟ لأن ده بيضغط على الحبل الشوكي العصبي. حبل الشوكي العصبي يا جماعة هو الضفيرة العصبية اللي جايبة كل الأعصاب من المخ عشان تتوزع على الجسم، ودي بتتحكم في كل حاجة بقى في الإنسان، من ضربات القلب إلى البعدة إلى 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 حركة الإيدين والرجلين. كابل الرئيسي، كابل الكهرباء الرئيسي، دي الفقرات العنقية. الفقرات العنقية لما بتتحرك كده، الحركة الغير طبيعية وسوء الاستعمال هيؤدي إلى أن الغضروف يتآكل. الغضروف لما بيتآكل ويخرج بره محتواه، أول حاجة هتصادفه إما عصب حساس أو الحبل الشوكي العصبي، وبالتالي الضغط هنا هيدي آثار سيئة جدا. العملية القديمة كانت بتبقى باستئصال الصفيحة الخلفية للفقرات العنقية، ودي كانت بتبقى فتحتها كبيرة، ولازال معظم الناس اللي بتشتغل بالطرق التقليدية بتعمل الكلام ده. لكن النهاردة عمليات الميكروسكوب الجراحي والمنظار خدمت، بندخل من الأمام مش من الخلف، فتحة صغيرة جدا، لو الفيديو تعرض هنشوف. الأجمل من ذلك إن احنا بنرجع كامل وظائف العمود الفقري الفقرات العنقية. يعني الغضروف الصناعي بيرجع المريض يتحرك ويلف ويعمل، ده الأصفر ده الحبل الشوكي العصبي، هنا الغضروف ضاغط على الحبل الشوكي العصبي. هنا بقى ما اداش أعراض كتير، ما سببش مشاكل كتير للمريض، لكن لما لقينا بالأشعة الرنين المغناطيسي وبالفحص إن في ضمور في العضلات، عملنا رنين لقينا الغضروف كبير، هندخل هنا بقى عن طريق المنظار. إبرة دخلت من الجلد ودخل ورا الإبرة الجايد بتاع المنظار، ودخل ورا ده الآلات بتاعة المنظار، دخلنا هنستأصل بقى الغضروف بالكامل. من قد إيه؟ فتحة لا تتجاوز قطر الألم الجاف، يبقى فتحة صغيرة جدا، دخلنا منها وشلنا الغضروف بشكل مباشر. ما بقناش بقى بنعمل توسيع للقناة العصبية من الخلف ونسيب الغضروف في مكانه ويرجع يضغط تاني ويرد تاني، لا، والأجمل من ذلك إن احنا هنشيل بقى الغضروف ده أهو حتة حتة، هنشيل الجزء البايظ
المتآكل، هنشيل الغضروف كله وهنحط مكان الغضروف ده دعامة هتمسك الفقرات دي وهترجع لنا العمود الفقري كما هو، كأننا ما عملناش فيه عملية. المريض ده هيقدر يحرك؟ اه هيقدر يحرك، هيقدر يقف على رجله، مجرد ما يفوق من البنج هيقف، هيتحرك، هيقدر يعمل كل الوظائف اللي كان منوط به انه يعملها، هيعمل كل حاجة، هيقعد على مكتبه، هيقدر يعمل كل وظائفه الحيوية، هيسوق عربية، هيصلي، هيسجد، مش هيحتاج بقى ألبسه رقبة زي الطرق التقليدية القديمة. يبقى احنا بقى عندنا الوسيلة والطريقة اللي ما تخليش حد عنده حجة انه يخاف او يكش او يبعد او يأجل الموضوع لحد ما تتفاقم الأعراض وتحصل مضاعفات. الصورة دي مهمة جدا، الصورة دي لو احنا رجعنا لها تاني، الصورة دي بتوريني فريق العمل اللي بيشتغل على هذا النوع من الجراحات. وانا يمكن قصدت ان انا احط ده عشان برضو الناس تفهم ان دور النيوروسيرجن او جراح المخ والاعصاب في المكان ده بالذات بقى هو ده دوره الاكبر. وما ينفعش حد يعمل عملية في المكان ده غير جراح المخ والاعصاب. الناس هتقول لي ازاي؟ كل اللي اخترعوا العمليات دي جراحي مخ واعصاب، كل الانوفيتورز والادوات والوسائل والتقنيات اللي اتعملت للفقرات العنقيه هي جراحه المخ والاعصاب، ليست تحيزا الى تخصصي ولكن احقاقا للحق، لان ده مريض ودي امانه ربنا ادهالنا. مفيش مانع ان اي جراح عايز يشتغل في المنطقه دي يبقى موجود، بس لازم يبقى معاه جراح المخ والاعصاب المتمرس. عمليات المنظار والميكروسكوب الجراحي من أدق العمليات الجراحية. مش أي حد على فكرة يا ناس بيعمل الكلام ده، وما تتصوروش أن الموضوع هو سهل عليك أنت كمريض وبيسهل لك كل حاجة وبيقطع بيختصر المسافات البعيدة جدا والطويلة جدا في حاجة صغيرة جدا، ولكن الكلام ده محتاج ناس متمرسة، ناس خبيرة، ناس بتعمل الكلام ده. دايما بقول أن الجراح اللي بيعمل عمليتين في الأسبوع غير الجراح اللي بيعمل 5 و6 في اليوم. أكيد هنا الأمور بتختلف اختلاف جذري. ده بقى أهو الحاجة اللي بناخد مقاس الغضروف الصناعي، وبعدين بنقوم مركبين الغضروف الصناعي ومدخلينه في المكان ده، سواء كان غضروف صناعي مفصلي كامل أو كيج حطناه، رجع لنا المسافة ما بين الفقرات إلى الوضع الطبيعي، حافظ لنا على اتزان وثبات العمود الفقري. الفتحة بتاعتنا صغيرة جدا جدا، اي حد في البيت هيقدر يغير عليها، المريض هيقدر ما يحتاجش يلبس رقبة، هيمشي على رجليه، هيعمل كل حاجة. ولما بقول كل حاجة بقول كل حاجة، وتقدروا تخشوا على نيوروسباين على الفيسبوك وتشوفوا تجارب الناس اللي قبلكم. عايزين نشوفها كمان هنا، يعني حضرتك يا ريت برضو نشوف بعض هذه التجارب نسمعها، لانه هننقل لحي نعمل كومنيكشن ما بين الكلام الكلينيكي بتاع المريض وده مهم جدا، والحوار العلمي نترجمه حوارا علميا مباشرا. احنا عملناها قبل كده في الناس الحلوه، مفيش مانع نعملها في الدكتور. بالظبط، يبقى في الاثنين، لانه في النوعيه دي من الجراحات الناس بتحب تسمع التجارب قبل كده. يعني واحنا مثلا لما بعمل زياره في نيوروسبان وانا ماشي بابا، ما شايف واحد ماشي جنبي تقول لي ده عمل العمليه امبارح، انا شفته فانا مش ناسيه. فيعني انا يمكن قصدت عشان كده ان انا عامل عياده ليا في مستشفى نيوروسبان، لان العياده في مستشفى نيوروسبان مهمه جدا. العيان بيجي يكشف، وهو بيكشف بيشوف عيان عامل عمليه، بيشوف المكان اللي هيعمل فيه العمليه، بيشوف التقنيات، بيشوف الاسلوب، بيشوف الطريقه. ودي بتبقى من الحاجات اللطيفة جدا، احنا مش فاتحين قطين على بعض او شقتين وكاتبين عليهم مركز. يا جماعة احنا مستشفى متخصصة فيها جميع التقنيات والاساليب العلمية اللي هي في المانيا او في امريكا. والنهاردة انا بفخر ان انا عندي عيانين من جنسيات اوروبية. يعني الاسبوع اللي فات كان عندي مريضة ايطالية جاية تعمل عندي العملية. الناس هتستغرب السعر، فرق السعر والمهاره كمان. المهاره الحقيقه المهاره. لا بس برضه هنا 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 اعتقد انه اكيد اقل ثمنا من اوروبا بتهيألي. يعني بالعكس، انا جاني مريض يعني بيتكلم عربي مكسر، هو الماني اصل اردني الاصل، حد من ميونخ من الاساتذه العظام، قال له في مصر انت عربي؟ طب ما في عندك في مصر؟ قال له لا ده انا الماني ومعايا الجنسيه.
الراجل بيقول لي بعد ما روحت فكرت طب وانا ليه ما انزلش مصر؟ صحيح انا عندي تأمين في ألمانيا، لكن انا هنزل مصر اشوف مصر، اتفرج على معالم سياحية، واعمل عملية الغضروف العنقي عند الراجل ده وعملت له العملية. وعندي مريضة إيطالية اعتقد انها برضو حاطة مشاركة ليها على الفيسبوك، وعندي مريضة تركية من تركيا جات لي برضو، ده غير طبعا الدول العربية اللي بتيجي منها. عايز اقول يا جماعة النهاردة العالم بقى قرية صغيرة، الناس بتسمع وبتشوف، بتشوف تجربة حية لمريض عامل قبل كده، ودي احسن وسيلة تتعرف بها على الجراح اللي هتعمل عنده العملية، انك تشوف تجربة حية. ببقى مبسوط قوي من المريض اللي جاي عرفني عن طريق حد من اهله او من قرايبه او من اصدقائه، لان ده هيبقى عارف كويس جدا هو بيتعامل ازاي، وهيبقى فاهم كويس جدا هو بيتعامل مع مين، وايه الاساليب والطرق والمعدات والاجهزة اللي على فكرة يا جماعة ده بياخد مننا يعني دعم غير طبيعي. المستشفى عشان نستمر في صيانة الاجهزة والمعدات الغالية دي، ده بيحتاج مننا دعم ومجهود كبير جدا، لكن ده مش خسارة في مرضانا، مرضانا يستحقوا أكثر من هذا، واحنا بنفخر ان احنا بقينا بنجلب للبلد سياحة علاجية. أيوة. ودي حاجة احنا انا شخصيا بفخر بيها، ان انا عندي كوادر دلوقتي علمتهم بيشتغلوا جراحين للمخ والأعصاب والعمود الفقري في نيوروسباين، اقدر انافس بيهم اي حتة في العالم، مش بيسري الحميلي، بتلامذة يسري الحميلي. الحمد لله رب العالمين بقى عندنا تفريغ، احنا عايز اقول ان بلدنا تستحق مننا اكثر من هذا في كل القطاعات. عظيم. هل المريض بيبقى مهتم برضو بالتكنولوجيا، بالتقدم، بالجراحة الملاحية، بالاساليب اللي داخلة؟ هل ده برضو في اهتمامات المريض، واللي هو ما زال المريض بيهتم فقط بالجراح؟ يعني جايب اسمك وانا عارف وتجربة وبتاع وكلام ده كله، لكن هل في مريض ثقافته وصلت لمرحلة انه يسأل على التكنولوجيا كمان؟ الحقيقة فيه، وده دوركم في الاعلام، ويمكن احنا القينا الضوء في على الكلام ده، وبدأت الناس تعرف من خلالنا الحاجات دي، لكن ده مهم جدا. وده بقى اللي بيرجع في الاول وفي الاخر الى يعني ازاي انت تبقى واحد عالمي وازاي تبقى واحد محلي. ما هو انت عالمي هتنافس السوق العالمي، بيبقى فيه كل حاجة حديثة. النهاردة لما باخد المرضى بتوعي دول نتائج عملياتي، تصوير عملياتي، نتائج الاشعاعات، وعرضها في مؤتمر برا، انا بنافس بقوة وبحق، منافسة مش مجرد منافسة لان انا جايب عدد اكبر، لا، منافسة لان انا بعمل حالات اصعب كمان. يمكن ودي من الحاجات اللي ميزتنا، ولما بنقول حاجات اصعب بنقول حاجات أصعب بكثير جدا من اللي تعود عليها الناس برة وبيشتغلوها. والأهم من ذلك أنهم بيجدونا بنشتغل بنفس التكنولوجي بتاعهم، وبالتالي عشان كده أصبحت أنا بعمل عمليات في مستشفيات في أوروبا، وبقيت من الجراحين المعتمدين هناك وبعمل عمليات في الأماكن دي. وده الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا. إحنا على فكرة يا جماعة أمهر أطباء على مستوى الدنيا كلها هم الأطباء المصريون، وجراحات المخ والاعصاب بالذات متفوقين انتوا فيها الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. يعني مجموعه القصر عيني كلها ما شاء الله مجموعه يعني فعلا حققت، ومنهم ناس موجودين في المانيا تحديدا وشايلين مستشفيات. ده حقيقه، يعني يعني شايلين مستشفيات كبيره. دي حقيقه. او احنا شفنا يعني حضرتك برضو في ناس منهم شرفونا في مصر هنا. الجراحه الملاحيه ودورها في جراحه الغضروف العنقي. الجراحة الملاحية دي بقى قصة كبيرة جدا جدا، ومنظومة العالم النهاردة بيتكلم عنها، يمكن بقت ثورة في عالم الجراحة، ان انا النهاردة اقدر اعمل عملية من خلال الجراحة الملاحية والنافيجيتورز واستخدام الريبوت والكمبيوتر لمريض حصلت له كارثة في وسط افريقيا، وأنا قاعد في ألمانيا أو أنا قاعد في مصر أو أنا قاعد في أمريكا. أنا كجراح أقدر أساعد حد من الفريق اللي بدربه تدريب مش تدريب فظيع، وأقدر أبعته في مكان الكوارث ويعمل العملية لو عندي التكنولوجي. النهاردة بنتكلم على التيلي سيرجري اللي هي الجراحة عن بعد، إن أنا بقاعد على مكتبي وبوجه جراح يعمل عملية بالميكروسكوب بالمنظار بالجراحة الملاحية في مكان بعيد جدا وفي مكان نائي. ف
فالنهارده الموضوع ما بقاش رفاهيه، الموضوع بقى ضروره واحتياج لحاجات كتير جدا. الجراحه الملاحيه سهلت علينا ان احنا ببساطه شديده نعرف احنا داخلين فين وازاي وليه، والاهم من هذا كله وقت العمليه بقى صغير جدا، ما بقيناش ننقل دم للمرضى زي ما هو معتاد في مثل هذه العمليات الجراحيه. بعمل تثبيت الفقرات في ساعه الا ربع اللي بيتعمل في الجراحات التقليديه، مش اقل من 3 أو 4 ساعات. بنعمل الانزلاق الغضروفي، المريض ما بيحتاجش يلبس حزام ولا يلبس رقبه ولا يبقى عنده غرزه حتى في ظهره. النهارده الجراحه الملاحيه فتحت لنا افاق كثيره جدا، ودخلت لنا بقى مجالات اخرى، اشهرها اللي النهارده بقى ثوره كبيره، الريبوت والجراحات الاليه. الجراح الالي او بقى في جراح الي تقدر تعمل بيه عمليات في اماكن معينه. يمكن احنا كجراحه مخ واعصاب كنا اول حد يدخل الجراحه الاليه في مجال الطب سنه 1985 لما الريبوت عمل عينه، اخذ عينه من المخ عن طريق الجراحه الملاحيه اللي هي انا اخذت فيها الدكتوراه من منذ فتره بعيده، والحمد لله ان انا بجني ثمار ان انا دخلت مجال كان وقتها صعب جدا. النهارده الجراحه الملاحيه بقت هي كل حاجه. يبقى شيء مهم قوي من ضمن اهداف العمل الاعلامي اللي احنا عملناه من السنوات الطويله وحضرتك كنت شريك فيه، ان احنا نحسن الثقافه الطبيه، ومجال المخ والاعصاب الثقافه الطبيه كانت فيه محتاجه تحسين كبير، لانه جراحه المخ والاعصاب جراحه كريتيكال، وانا دايما اقول ان دي جراحات الملي مش مليمترات، ده المايكرو، وجراحات الإليت من الجراحين، ده دول أعلى جراحين في العالم. الثقافة، هل ترى أن احنا تقدمنا في مجال الثقافة؟ قدرنا أن احنا نوصل للناس فكر وثقافة جيدة خلت الناس اللي كانت على وشك أنها تصاب بالعجز؟ احنا ما بنتكلمش بقى في جراحة إلكتف اختيارية، ده جراحة إجبارية. هل ترى أن احنا فعلا وصلنا لدرجة ثقافة مقبولة؟ ده حقيقة على فكرة. وعلى فكرة يعني من الحاجات اللطيفة كمان ان في ناس اتعلمت من البرنامج وعرفت وبتنقل الكلام ده للي ما يعرفش، وبتوجه وبتدعم وبتدي وبتنشر الثقافة، زي لما انت بتزرع بذرة والبذرة دي بتطرح الحقيقة. كل ما هو علم، كل ما هو علم هو نور، هو ضياء، هو هدى، والهدى ده ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه بيثمر. النهارده انا لما بعلم تلامذتي بقول له يا ابني انت النهارده لما تعمل عمليه كويسه وناجحه وتتقن عملك فيها والعيان يطلع مبسوط زي اللي عمل في اوروبا واحسن. وانا اذكر احد المشاهير اللي راح المانيا يعمل عمليه وكلمني من هناك وقال لي انا نازل فورا، انا مش هكمل هنا، انا ندمت ان انا جيت، وعمل عمليته في مصر ومبسوط وسعيد جدا. انت بتوفر على البلد، بتوفر على الناس العناء والمشقة، بتنور بلدك، بترفع اسم بلدك حتى لو داخل بلدك، فهو ده انتصار عظيم جدا، وترشيد وتوفير لطاقات الناس اللي كانت بتبدد. والنهاردة انت بتنقذ ارواح لما تعمل حاجة كويسة، وده اللي انتوا عملتوه واللي احنا بنعمله، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه وبيثمر اكثر واكثر. ما بيناش نشوف حد يتشل، والحمد لله رب العالمين. اللي انا بحب بس المريض يسمع الكلام يسمع كلام الناس الامينه اللي خايف عليه. انا اللي بشكرك شكرا جزيلا لانك انت ساهمت بدور كبير جدا في هذه المستوى من الثقافه، ووجودك معنا طبعا شرف كبير لينا جدا، ان جراح من جراحين الصف الاول في الوطن العربي، ومن الجراحين المشار لهم بالعنان على المستوى العالمي في جراحات المخ والاعصاب يكون في الشاشات العربيه، جزء مهم جدا من الثقافة الطبية العربية قدمته، وأنا بشكرك شكرا جزيلا عليك. شكرا جزيلا دكتور، نورتنا ضيف العزيز أستاذ الأساتذة الجراح الكبير طبعا في عالم جراحات المخ والأعصاب الأستاذ الدكتور يوسف الحميلي، كان في الدكتور، خليكم دائما مع الدكتور.